تفكر في كلامها، فبادرتني وقالت: اهدئي يا رباب يا بنتي وتزوجي ثانية، فالحياة قصيرة جدا، حتى ولو عشناها مرارا مثلما عشناها أنا وأختي، الحياة قصيرة وخاطفة، فهي تذهب بأسرع من رائحة المسك في جثة جديدة وطازجة. وأخيرا أستاذ محمد رفيع كاتب هذا النص الإشكالي. طيب يعني لا لا ده انا هما كلمتين. انا طبعا يعني اشكر يعني جميع الناس على يعني تواجدهم وعناء القراءه وعناء الوجود ويعني الوصول يعني، واشكر ورشه الزيتون بشكل يعني انا مهما شكرت هذه الورشه مش حاضر او فيها حقها، لانه جزء كبير جدا من يعني تقدروا تقولوا ان هذه الروايه اصلا يعني هي نتاج من نواتج ورشه الزيتون، لانه ما فيش مكان في مصر انا تعلمت منه اكثر من الورشه، وانا بقالي اكثر من 20 سنه وبرضه هعلنها اهو امام الجميع، مفيش حد يعني قدم لي مساعده في مشواري الادبي قد الاستاذ شعبان يوسف. يعني قولا واحدا يعني في ناس طبعا كان لهم ايادي بيضاء يعني، ولكن الاستمراريه معجزه. هو في حاجه بتستمر 40 سنه؟ ده معجزه. طب شو دي عم؟ لا انا بس بثمن هذا الجهد الكبير في يعني في 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 في, في عالم التشظي وال ده احنا في دول راحت وانتهت في ال 40 سنه. فهذا مكان مهم جدا في الوطن العربي. عايز اشكر كل الناس اللي تحملوا، عايز اشكر محمد ابو حليمه اللي قعد في القاهره يمكن يومين زياده عشان يجي يحضر الندوه. عايز اشكر الاستاذ فتحي مبابي اللي فاجئني بالحضور، وطبعا الاستاذه هاله البدري اللي يعني لو انا ليا ام كده في الوسط الادبي هتبقى هاله البدري. طب كبرها ليه؟ لا ضافية الأمور. ده إحساس ما مش علاقة بس. يعني وأنا يعني على طول بتجيلي هذه الأشياء. هم بفارق الخمس سنين بتوعك. أيوه. طيب أنا بس يعني طبعًا يعني كل الكلام اللي اتقال يعني يمكن يعني أكثر مما أستحق بصراحة. أنا بس يعني فكرة هعلق على حاجة ومش هقول كويس ولا وحش. على فكرة رباب، وجود رباب في الرواية، أنا قعدت سنة كاملة أسأل نفسي هذا السؤال وأسأل جميع الأصدقاء وأجيب الرواية يمين وأجيب الرواية شمال وأحط رباب، لأن أنا كتبت الرواية دي في 7 سنوات، فمنهم سنة كاملة رباب بس. وبعدين يعني بعد ما خدت الاراء وبعد ما فكرت ونمت وصحيت وخبطت راسي في الحيطه لقيت انها لازم تبقى موجوده، يعني لقيت انها لازم تبقى موجوده ولازم اخش العالم هخش العالم بتاعي بهذه اللغه وهذه الخدعه، وهحط رباب دي سناره. يعني انا كل ما اسال حد اساله وصلت لصفحه 33 ولا لا؟ ليه؟ لانه هو دي الـ 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 السم بتاع يعني مش السم بقى السم اصل اللي هو الطعم بتاع رباب، عشان اعرف هو ده عملته بعد ما اتنشرت الروايه وقبل ما تتنشر الروايه. وحتى الان طبعا احترم الاراء
قد أكون يعني أحسنت أو لم أحسن، ولكن يعني هذه رؤيتي كي أضع يعني هذا العالم بهذا الشكل. فأنا أشكركم جميعا جميعا، أنتوا لا تتخيلوا يعني أنتوا أسعدتوني قد إيه النهاردة، وأميرة عارفة لأن أنا جاي يعني مضروب رصاصة في دماغي. بجد يعني يعني ساذهب طائرا. شكرا.